يبطى شوية في إشارة منه لإلياس الفخفاخ اللي يقول أنه قيس سعيد أهدى رئاسة الحكومة حسب توصيفه لأكبر فاسد. هو البارح أغزمان اللي خرج من الاجتماع عطى شنو اللي موجود وحكى شنو اللي موجود، واللي جه تليفون وطلب منه حاجة معناها تحت الطاولة زاد كشف الأوراق، خاطر كي نقراو البيان الرسمي على صفحة متاع رئاسة الجمهورية مقتضب هذا الكل مش موجود. أنا تمنيت رأي المشاورات هذه راهي تمت حسب الدستور المرة الأولى في اختيار الشخصية الأقدر، تمنيت رأي بقى معاهم على الطاولة وقت اللي جاب باش يختار الشخصية الأقدر، ورأي المفاوضات هذه ونقاشات هذه كل تمت في المرحلة اللي كان يلزم تتم فيها، خاطر الاستقرار السياسي اليوم والمصلحة العليا ما نجموش نحكيو عليها بعد ما سيه اخترنا رئيس حكومة ورئيس الحكومة اختار التشكيلة متاعو. باش نرجع بربي للفصل 100 من الدستوري، الحقيقة ما نصورش اللي فيه 100 قراءة، ما فيش 100 قراءة. الفصل 100 من الدستور يحكي على شغور نهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة. احنا راهو عندنا استقاله نتاع حكومه، دونك ما نجموش نحكيو لهنا على حكومه مهامها تصريف اعمال تحت اشراف عضو منها، اشراف عضو منها بالنسبه للدستور في الفصل 100 هو كي تبدا فما شغور نهائي ما عدا حاله الاستقاله، احنا نتكلموا على استقاله، دونك الفصل 100 راهو مش معناها دستوري الحديث عليه. احنا اللي يهمنا الفصل 98 اللي يحكي على استقاله حكومه واللي رجعك الفصل 89، واللي في الفصل 89 اذا كان باش نقراو بالتسلسل زاده، خاطر كي تقرا القانون ما تقراش من اللوطه الفوق، تقرا الفصل من الفوق للوطه. كان انا غلطه صلح لي شكي، انا راه مهندسه في اركيتيك دو فورماسيون، اما ما يسالش واحده هاكا الى برون معناه. اللي المفروض تكون معناها تختار الشخصيه الاقدر، إذا كان ما تمتش المصادقة عليها يتم حل مجلس النواب مباشرة، هذا الدستور اش يقول. أنا اش نتمنى؟ نتمنى كونه ما يتمش التخلي على الدستور كيف ما تم التخلي على الياس فخفاخ، أو كيف ما فما نية للتخلي على هشام الشيشي. باش نختم بحاجة. تفضل. فما وزير كان يخدم مع صلاح الدين الأيوبي في مصر واللي قرقوش هو اسمه، نحكيو حكم قرقوش. قرقوش هذا شنو أفات؟ اللي عن معناها متسمي عليه العدل والاستبداد او ميم طون. باش نعطيكم هكايا حاجه نكته هي ما صارت. اللي مره جاء معناها اصدر حكم كونهم مجموعه اللي غلطين يحجموا اللحيه نتاعهم الكل. دار له الحارس قال له ما عندهمش لحيه، معناها عمل حكم اخر كونه اللحيه نتاع الحارس هي اللي تتنحى. ليسونسيال الحكم نتاعو ما يجيش تو سامبلومون. باوي قلت انا باش نرجع على مواقف الاحزاب يا كابتن. يلا اسمع مني، نبيل القروي يقول نحن مع المشيشي ويقول إن